بعد وقت قصير من انتهاء الاستفتاء، أعلن رومان لياجين رئيس اللجنة الانتخابية لما يسمى بجمهورية دونتسك الشعبية عن نتائج أولية، وقال إن 89% من الأصوات أيدت إقامة حكم ذاتي للمقاطعة، وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء ناهزت 75% تقريباً. هذا ووقعت أعمال عنف في عدد من مراكز التصويت في دونتسك، وذكرت تقارير أن رجلاً قتل بالرصاص في بلدة قريبة من العاصمة الإقليمية، وتعتبر دونتسك المقاطعة الأكبر بين المقاطعتين في الشرق الأوكراني. حكومة كييف المؤيدة للغرب أعلنت أن الاستفتاء غير شرعي، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن التصويت الذي نظمه ناشطون روس في شرقي أوكرانيا غير قانوني، وأنه لا يعترف بنتائجهما مهما كانت. ونظرا لعدم وجود مراقبين مستقلين يراقبون عملية التصويت، يصعب التحقق من صحة الأرقام والنسب المعلنة. يذكر أن حركة عصيان وتمرد تفجرت في شرقي أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية، تنديداً بنزوع القيادة السياسية في كييف نحو الغرب، وإطاحتها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا. زهير دراكي، بي بي سي.